حطوا لنا هات نزل تخفيضات وهات دير اثمان الاسعار مغريه. شوف بالنسبه للبيع عن طريق الانترنت او ما يسمى الاي كوميرس يطبق عليه ما يطبق على التاجر التقليدي، نفس القانون نفسه، لانه يحوز سجل تجاري لممارسه البيع عن طريق الانترنت. ايضا لبيع منتوجاته بالتخفيض يجب المرور على الشروط القانونيه. صدقني الان في الجزائر باه نكونوا صريحين مع المشاهد الكريم، تقريبا 90% من العروض اللي نشوفوها انه تدخل محل ولا تشوف في موقع الكتروني انه تخفيض، تقريبا هذه كامله ماهيش قانونيه. ما نقولش ماهيش حقيقيه لكن ماهيش قانونيه. وكاين اللي ماشي حقيقيه استاذ، كاين اللي يحط لك تخفيض 70% لما تدخل تلقاه يقول لك لا برك على هذا القطاع ماشي باقي القطع. كل حوانت كلش 100000 كلش 200000 كي تدخل كي تشوف حاجه تاعي يقول لك لا هذه 400 هذه 500 القطعه هذه برك. نبهتني نقطه مهمه انه لما يحوز التاجر على الموافقه للبيع بالتخفيض يجب أن يجمع جميع المنتجات المخصصة للبيع في التخفيض في ركن بعيدا عن باقي المنتجات. أوكي. يحق له أنه بعض المنتجات تبقى أسعارها العادية، الركن آخر يخصصه للسولد، ما يديرش في المحل كامل باللي سولد، وكما قلت أنت توصل تقول له هذه القطعة يقول لك لا هذه ما هيش تخفيض. لازم وين يحط اللافتة تاع التخفيض ركن، ويكونوا المنتجات كامل اللي حطهم في الركن هذا خاضعين للتخفيض. الآن يعني نشوفوا احنا أنه يجب تحيين تشريع جزائري فيما يخص التخفيضات. لمحة فقط، شرع المشرع الجزائري إلى 4 أنواع من التخفيضات: البيع التخفيض بالتخفيض، البيع الترويجي، البيع أو إفراغ المخزون عند يعني في المصانع مباشرة، يعني المصنع راح يسكر ولا حاجة عنده الحق يدي رخصة للتصفية، ربما للتصفية للبيع مباشر، وما يسمى باليانصيب أو اللوتري، أنه يعني نوع من أنواع. هذو الأربع أنواع موجودة. الآن نشوفوا باللي في الجزائر كما في العالم كامل ظهر ما يسمى بالبلاك فرايدي، الجمعة السوداء، وهي يعني طريقة ماركتينج جديدة انتشرت في العالم كامل وانتقلت للجزائر. احنا نشوفوا في المنظمة أنه يجب الآن تحيين القوانين، لأنه القانون صح مليح. اولا لماذا قلت لك انا قانون يخضع لرخصه؟ من اجل نتاكدوا انه هذا صح مداير تخفيض، موش تخفيض عباره عن اشهار بالتخفيض وهو وهمي. وصلتنا يعني عن طريق الصفحه الرسميه للمنظمه الكثير من الصور اللي تثبت انه يزيد في السعر، كان يبيعوا ب 1700 دينار يديروا ب 2000 ولا ب 3000 دينار ويهبطوا ل 1700.